السلام عليكم جايز. حسي هقول لكم انا بحب السودان، انا بحب امي وابوي، انا سودانيه وانا اثيوبيه، انا سيم بس اوكي. وانا بحب الكسره، بحب الفول، بحب الفلافل، بحب انجره، بحب الكسره، وبحب عماتي زلفة فريال وسحر، وبعدين بحب خالة عمو حمادة وعمو ممتاز عمو طارق، وبعدين حسي أصحابي. أنا بحب سعاد، ديناد، فارس، يوسف، وطاني خلاص. بعدين أنا بدرس مات وماتماتكس، وبحب المات كتير، ماتماتكس كتير، وأنا بحب القرآن عربي. وتاني شنو أنا هاي جايز، حسي أقرأ عليكم سورة الفاتحة، سورة الكوثر، وسورة الفلق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يوسوس في صدور الناس. السلام عليكم جايز، حسي حأقرأ لكم سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم.